أكد نائب وزير الخارجية الروسي المبعوث الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف، أكد وجود مئات المرتزقة والمقاتلين من مختلف الدول بما في ذلك دول أوروبا والولايات المتحدة، إضافة إلى مواطنين روس يحاربون في سوريا كمقاتلين في جماعات مسلحة غير شرعية. وقال بوغدانوف إن الأجهزة الخاصة الروسية والسورية تتبادل المعلومات بشأن الأنباء التي تشير إلى وجود نحو 600 مقاتل أجنبي على أراضي سوريا بمن فيهم أشخاص أتوا من روسيا وأوروبا والولايات المتحدة.